لي أصدقاء كتير ومعارف كتير وأقارب كتير، منهم اللي جوزها سابها وطلقها، منهم اللي خطبها سابها علشان يخطب واحدة غيرها، ومنهم اللي جوزها متعسر وأمورها متعسرة بسبب سحر أو حسد، ومنهم اللي مش عارف يتجوز الإنسانة اللي بيحبها علشان ضيق الرزق. فوصفت ليهم وصفة وكانت نتيجتها محمودة، واتصلوا بي وبلغوني بأخبار سعيدة، اللي جوزها رجع لها واللي خطبها رجع لها واللي ربنا فتح له باب رزق ويسر عليه أمور وفراح وخطب الإنسان اللي بيحبها. وبذلك أردت أني أشرك معاكم هذه الوصفة، عسى الله أن يجعلها لكم فرجا ومغفرة وتيسير لأموركم. اللهم آمين. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة متجربة إن شاء الله، جربوها وربنا يجعلها شفاء لكم. روح وتوضوا وهاتوا كوب مية وهاتوا معلقة صغيرة ملح، وتعالوا على سجادة الصلاة اللي انتوا بتصلوا عليها، وقفوا على سجادة الصلاة وحطوا كوباية المية ومعلقة الملح الصغيرة على سجادة الصلاة، وصلوا ركعتين لله بنية صلاة الحاجة. وفي نيتكم تحطوا الامر اللي مستصعب عليكم، يعني لو الاخت جوازها متعسر تحط الامر دوت في نيتها ان هي بتصلي لله علشان ربنا عز وجل ييسر امرها وييسر زواجها. الاخت اللي جوزها مطلقها تنوي ان جوزها يرجع لها. الاخت المطلقة والارملة اللي بيسعوا للجواز وامورهم متعسرة ينوي ان هم بيصلوا صلاة الحاجة علشان ربنا ييسر لهم بزوج صالح. الاخ اللي رزقه متعسر او نفسه يخطب واحدة معينة واموره متعسرة ينوي في نيته ان هو بيصلي لله عز وجل علشان ربنا يسهل له امره. في اول ركعة هتقروا سورة الفتحة وسورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. وفي الركعة الثانية هتقروا الفاتحة ثم سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخر السورة. وبعد التسليم والختام من الصلاة هتقولوا هذا الدعاء، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وبعد كده هتقول هذه الأدعية ثلاث مرات بتدبر ويقين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لي وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم تدعو بتيسير الأمر المستصعب عليكم، يعني الأخت لو جوازها متعسر تدعي بتيسير جوازها، الأخت المطلقة
الأشقاء والأرملة لو بيسعوا للجواز يدعوا بتيسير جوازهم بما شاء الله وبما فتح الله عليكم. يعني الأخت ممكن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا ربي يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا جواد يا حنان يا منان، يسر لي هذا الأمر، يسر لي عسري، يسر لي أمري، اغفر ذنبي، أعطني ما يرضيك عني، أعطني ما يرضيك عني، يسر حالي، يسر زواجي، يسر زواجي، يسر ذريتي، يسر حملي، يسر خلفتي، يسر يا ربي رزقي، يسر يا ربي رزقي، يا ربي فك عني السحر والتعطيل، يا ربي فك عني السحر والحسد والتعطيل، يا ربي فك عني السحر والحسد والتعطيل. وهكذا ادعي بما شاء الله وبما فتح الله عليك، وألح على الله في الدعاء، وألح على الله في السؤال، وتذلل أمام الله، فإن الله يحب المساكين. وبعد ما تخلصوا الدعاء هتجيبوا كوباية المية وتحطوا فيها معلقة ملح صغيرة من المعلقة الصغيرة اللي بتستخدموها للشاي أو بتستخدموها للقهوة، وتحطوا الملح جوه المية وتقلبوها. وبعد ما تقلبوا الملح في المية هتجيبوا الكوباية قريب من بقكم وتقروا عليها أول حاجة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم سورة الشرح 3 مرات، وبين كل مرة هتقول اللهم اشرح صدور بني آدم وبنات حواء. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم اشرح صدور بني آدم وبنات حواء. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم اشرح صدور بني آدم وبنات حواء. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم اشرح صدور بني آدم وبنات حواء. ثم تقرأوا يا أخوة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، وبين كل مرة يا أخوة تنفثوا في الماء، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
ثم يا أخوة تقول دعاء رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 7 مرات على المية أيضا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، 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 رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم يا أخوة اشربوا 3 مرات من المية دي، فاشرب 3 مرات والملح إن شاء الله بالقرآن يقضي على أي سحر أو تعطيل، فتشرب كل مرة وبين كل مرة تقول بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي. 3 مرات تشرب من المية وبين كل مرة تقول بسم الله الشافي، هيتبقى مية في الكوباية هتروح باتجاه عتبة باب بيتك علشان تكب المية ديت على عتبة باب بيتك، وانت في الطريق لعتبة باب بيتك بتحط صوابعك جوه الكوباية علشان تبلها بالمية دي وتنثر المية في اي حتة تقابلك في بيتك وانت في اتجاه العتبة، وحضرتك او حضرتك في اتجاه عتبة باب بيتكم تنثروا المية في اي حاجة تقابلكم، وكبوا المية ديت على عتبة باب بيتكم وانتوا بتقولوا اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، وكبوها على عتبة باب بيتكم واقفلوا الباب وتوكلوا على الله وابشروا الفرج يأتيكم عن قريب. اللهم يا رب يا شافي يا معافي يا من يقول للشيء كن فيكون، يسر زواج من يريد الزواج، يسر يا رب الذرية والحمل لمن يريد الذرية والحمل، يسر يا رب الرزق لمن يريد الرزق، اللهم يسر أمورنا، اللهم فك عنا السحر والحسد والتعطيل، اللهم فك عنا السحر والحسد والتعطيل، اللهم فك عنا السحر والحسد والتعطيل، اللهم امكن لنا ولا تمكر علينا، أعنا ولا تعن علينا، اشفينا من أمراضنا، اشفينا من كربنا، اشفينا من همنا، يسر يا رب أمرنا، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا شفاء لا يغادر سقما، تغمدنا برحمتك، تغمدنا بنورك، اللهم أعطنا من نورك ما يشفينا ويغنينا ويكفينا ويحمينا ويرفع عنا الأذى، اللهم ارفع عنا البلاء والأذى، اللهم ارفع عنا البلاء والأذى، يا من أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فك عنا السحر والحسد والتعطيل يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك الملك اشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين آمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.